بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا في درس حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم. تعرفنا على المجال المغناطيسي المنتظم، قلنا بأن يكون مجال مغناطيسي منتظما عندما تكون لديه نفس المميزات. ثم تعرفنا على القوة المغناطيسية وقلنا بأن القوة المغناطيسية تعبيرها F متجهة Q و V فيكتوريال B، هذا هو تعبير هذه القوة. و F قلنا بأن F تكون دائما عمودية على V وتكون عمودية على B. الآن سنقوم بدراسة حركة دقيقة مشحونة داخل مجال مغناطيسي منتظم. نعتبر دقيقة شحنتها كيوب أصغر من صفر، إذا نأخذ كيوب أصغر من صفر، تتحرك داخل مجال مغناطيسي منتظم وبيكون دائما عمودي على V، نأخذه نحو الخلف. ولكي نأخذ B دائما نحو الخلف نستعمل هذا الرمز، دائرة وسطي علامة، إذا هذه هي متجهة B، إذن B نحو الخلف. الآن سنحدد منحى F. إذا قلنا بأن F يكون دائما عمودي على V، يعني اتجاه هذه القوة تكون عمودية على V، إذا يكون عمودية على V وتكون عمودية على V. الآن سنحدد منحى هذه القوة باستعمال قاعدة اليد اليمنى. قلنا بأن الإبهام يمثل السرعة والسبابة تمثل المتجهة B والوسطى يمثل المتجهة F، إذن ستكون F نحو اليمين، لكن لدينا Q أصغر من صفر يعني سالب، إذا نضربه في ناقص واحد وتكون نحو اليسار، إذن F ستكون نحو اليسار، إذن هذا هو منحى F. الآن سنحدد قدرة هذه القوة، لأنه نبدأ بقدرة قوة لورنتز. قوة لورنتز، كما تعلمون في السنة الماضية رأيتم تعبير القدرة، القدرة نستعمل الحرف P أو بدون متجهة، P يساوي القوة F مضروب في القوة V، يعني جداء سلمي ديال القوة F و V يساوي F و V و كوسينوس الزاوية التي تكون بين F و V. قلنا بأن F عمودية على V يعني كوسينوس 90 درجة، فكوسينوس 90 درجة يساوي صفر، إذا القدرة تساوي صفر، ونقول بأن قدرة قوة لورنتز منعدمة. ننتقل إلى شغل قوة لورنتز. شغل قوة لورنتز، نعلم أن الشغل نرمز لها بالحرف W F. مثلا نأخذ مسافة صغيرة من مثلا A إلى B، نعتبرها مستقيمية من A إلى B، تساوي جداء سلمي للقوة F هو المسافة AB، نستعمل AB أو لا نستعمل AB أو لا دلتا L، يعني مسافة صغيرة جدا، تساوي F، هذا جداء سلمي F و AB كوسينوس، الزاوية التي تكون بين F و AB يساوي صفر، إذا شغل يساوي صفر، إذا شغل قوة لورنتز منعدم. إذا الآن ننتقل إلى تحديث الطاقة الحركية، ولتحديث الطاقة الحركية نستعمل مبرهنة الطاقة الحركية، إذا حسب مبرهنة الطاقة الحركية، ماذا تقول هذه المبرهنة؟ تقول بأن تغيرات C يعني الطاقة الحركية بين A و B، يعني بين النقطة A والنقطة B، يعني نأخذ مسافة صغيرة جدا، تساوي مجموع أشغال القوى الخارجية المطبقة على هذه الدقيقة أو B. وبما أن القوة الوحيدة التي تخضع لها هذه الدقيقة هي قوة لورنتز هي F، إذن ECA ولا ECB ناقص ECA يساوي شغل
القوة F بين A و B، ورأينا بأن شغل F يساوي صفر منعدم، الشغل منعدم، هذا يعني أن دلتا EC يساوي EC B ناقص EC A يساوي صفر، يعني أن EC B يساوي EC A يساوي كونستانت، يعني أن الطاقة الحركية تنخفض، الطاقة الحركية للدقيقة المشحونة تنخفض. الآن ننتقل إلى تحديد السرعة. إذن وجدنا القدرة منعدمة، إذن دائما قدرة قوة لورينتس تكون منعدمة، نفس الشيء بالنسبة للشغل يكون الشغل منعدم، أما الطاقة الحركية تكون منحرفة يعني تكون ثابتة، أس يساوي كونستانت ثابت. الآن سنحدد سرعة الدقيقة. نعلم أن EC يساوي تعبير ديال EC هي واحد على اثنان الكتلة مضروبة في السرعة EC اثنان، وبما أن واحد على اثنان عدد يعني ثابت، الكتلة ثابتة، يعني بما أن الطاقة الحركية ثابتة يعني أن V EC اثنان ثابت، هذا يعني أن V يساوي V زيرو يساوي كونستانت، إذن السرعة تبقى ثابتة، يعني أن V0 يساوي V يساوي V2 V3، إذن تبقى دائما سرعة حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي ثابتة. إذن الآن ننتقل إلى تعبير التسارع AG. لتحديد تعبير التسارع في أي درس كيفما كان في الميكانيك، إذن أول شيء نحدد المجموعة المدروسة، ثم جرد القوى، ثم نطبق قانون تالي لنيوتن، هذه هما المراحل التي نتبع. إذن المجموعة المدروسة هي الدقيقة المشحونة، أما القوة المطبقة على الدقيقة يعني لدينا قوة وحيدة نهمل وزن الدقيقة، إذن F قوة لورنت، ثم تطبيق قانون تالي لنيوتن. ماذا يقول قانون تالي لنيوتن؟ يقول بأن مجموع القوى الخارجية son des forces extérieures est égal la masse fois l'accélération then m fois h. بما أن لدينا قوة واحدة اللي هي F، then F يساوي m fois h، يعني أن h يساوي F على M، إذا نقسم كذا الطرفين على M، إذا AG يساوي F M يساوي F هو Q V فيكتوريال B سور M. إذا هذا هو تعبير متجهات التسارع. لاحظوا هنا بما أن AG يساوي F المتجه F على M، هذا يعني أن A و F لهما نفس المنحى، يعني أن عندنا F نحو المركز، يعني أن A كذلك لها نفس المنحى. إذا الآن ننتقل إلى تعبير التسارع في أساس فريني. لماذا أساس فريني وما هو أساس فريني؟ أساس فريني نستعمله عندما تكون الحركة أو لا، عندما يكون مسار الحركة مسار دائري أو لا مسار منحنى، ويتميز بالنقطة M، يعني أصله هي النقطة التي تتحرك، يعني هنا الدقيقة. بالنسبة U هي المتجهة المماسية وتكون مماسة للمسار ومنحها منحى الحركة، أما بالنسبة لN هي نسميها متجهة منضمية وتكون عمودية على U ومنحها يكون نحو تقعر المسار، يعني هذا هو تقعر المسار، إذن تكون N نحو تقعر المسار. الآن نبحث عن تعبير AG باستعمال هذا الأساس. إذا نعلم أن AG هو A AT suivant U، يعني AT suivant U، يعني هذه AT نسميها متجهة التسارع المماسية، زائد AN suivant N متجهة التسارع نسميها متجهة التسارع المنضمية. بالنسبة للتعبير AT هي
اشتقاق السرعة تي دو في سير تي دو تي سويفون U زائد AN هي في اوسيتنان سير رو N بالنسبة هذا رو هو شعاع هذا شعاع هذا المسار وسنحدد تعبيره. نعلم أن سرعة الدقيقة المشحونة تكون ثابتة V يساوي V0 يساوي كونستانت بما أنها ثابتة هذا يعني أن دي دو V سير دي دو T اشتقاق ثابت يساوي صفر يعني اشتقاق يساوي صفر إذا دي دو V سير دي دو T يساوي صفر ونحصل على تعبير التسارع AG يعني أن AG متجهة AG التسارع هي V أوسي 2 سير رو N إذا هذا هو تعبير التسارع في أساس فريمي لحركة دقيقة مشحونة. إذا إلى حد الآن أهم علاقات التي وصلنا إليها هي العلاقة الأولى هي علاقة قوة لورينز، العلاقة الثانية هي علاقة القدرة وقلنا بأن القدرة منعدمة والشغل كذلك منعدم والطاقة الحركية ثابتة والسرعة كذلك ثابتة. بالنسبة للتعبير التسارع العام أجي يساوي F على M والتعبير التسارع في أساس فريني هي فيوسي تنغو سويفون N. الآن نبحث عن تعبير شعاع المسار، تعبير شعاع المسار يعني تعبير يل رو، إذا نبحث عن تعبير رو. إذا لإيجاد هذا التعبير إذا نبدأ بتعبير RG، لدينا RG منظمها يساوي F على M، يعني منظمها يساوي F على M، ولدينا F يساوي Q قيمة مطلقة لـ Q V فوا B سينوس ألفا، سينوس ألفا، وبالنسبة ألفا نعلم أن ألفا يساوي 90 درجة، لماذا؟ لأن B عمودية على V، إذا هنا 90 درجة، وسينوس 90 يساوي هذا يساوي 1، إذا نعوض F هنا AG يساوي قيمة مطلقة لـ Q V فوا B سينوس 90 يساوي 1 على M، إذا هذا التعبير الأول. التعبير الثاني نأخذ تعبير التسارع في أساس فريني، لدينا AG يساوي إذا المنظمة يساوي V أوسي 2 على رو، إذا هذا AG يساوي حسب التعبير الأول Q فوا V فوا B على M. إذا لاحظوا معه هنا لدينا V ولدينا V هنا، إذا نختزل ب V لأن في الطرف نختزل ب واحد هنا وواحد هنا، إذا ثم نستخرج تعبير رو، إذا رو يساوي V فوا M مقسوم على Q و إذا هذا هو تعبير مسار وتعبير شعاع المسار. لاحظوا معي هنا هذا التعبير تعبير هذا الشعاع، إذا M ثابت و V ثابت، بالنسبة Q تكون ثابتة وبالنسبة ل B تكون أيضا ثابتة، هذا يعني أن رو ثابت يعني لا يتغير. نلاحظ أن شعاع المسار ثابت، يعني ماذا يعني هذا؟ إذا كان الشعاع ثابت يعني مسار الدقيقة عبارة عن مسار دائري وشعاعه R يساوي هذا التعبير، يعني أن مسار الدقيقة دائري شعاعه R يساوي رو يساوي M V Q. إذن هذا هو تعبير شعاع المسار الدقيقة. إذن كما تلاحظون أن جميع العلاقات التي رأيناها مكتوبة هنا إلى أن وصلنا إلى R. الآن ننتقل إلى تعبير دور الحركة. ما هو دور الحركة؟ هو المدة الزمنية اللازمة لتنجز هذه الدقيقة دورة كاملة، وتعبير الدور كما تعلمون أن الدور
دوت بي على أوميغا. ونعلم أن أوميغا هو في على إف، يعني أن تي يساوي دوت بي على في مضروبة في إف. ونعوض إف بتعبير دوت بي في إم في على قيمة مطلقة لي كيو فوا بي هنا فوا في. نختزل ب في ونحصل على تي تساوي دو بي فوا ام على قيمة مطلقة لي كيو فوا في. إذا لحساب دور حركة الدقيقة نستعمل هذه العلاقة، والدور يكون بالسكوت. الآن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة اللي هي الانحراف المغناطيسي. إذا لاحظوا معي، عندما تدخل دقيقة شحنتها كي أصغر من صفر إلى حيز به مجال مغناطيسي، إذا هذا الحيز يسود فيه مجال مغناطيسي منتظم ومنحه يكون نحو الخلف، قلنا بأن مسار هذه الدقيقة يكون مسار دائري شعاعه R، و R تعبيره قد بيناه من قبل هي M فوا V على Q فوا B. لاحظوا معي، عند غياب المجال المغناطيسي ماذا يقع لهذه الدقيقة؟ إذا ستنجز مسار مستقيمي وتصطدم هذه الشاشة في نقطة A، هذا في حالة غياب المجال المغناطيسي. لكن عند وجود المجال المغناطيسي مسار هذه المسار حركة الدقيقة يكون لنا مسار دائري شعاعه R، وعند النقطة S ستغادر هذه الدقيقة هذا الحيز الذي به مجال مغناطيسي. ماذا سيقع لها؟ إذا ستنجز مسار مستقيمي ويكون مماس لهذا المسار الدائري في النقطة S، تتقاطع مع هذا المستقيم في نقطة E نسميها E ويكونان الزاوية ألفا. بالنسبة لهذه المسافة نسمي هذه النقطة أبريل، هذه المسافة A أبريل تسمى الانحراف المغناطيسي، هذا يسمى بالانحراف المغناطيسي. الانحراف المغناطيسي. أما هذه الزاوية نسميها بزاوية الانحراف. نعم، إذن هذا هو الانحراف المغناطيسي، هو A أبريم. الآن يجب تحديد تعبيره. لاحظوا معي بأن هذه الشاشة تبعد عن النقطة O بمسافة L، بحيث L يكون كبير جدا مع عرض هذا الحيز الذي به المجال المغناطيسي. ولتحديد الانحراف المغناطيسي لاحظوا معي بأن الانحراف المغناطيسي DM هو مقابل الزاوية ألفا، لنستعمل تونجونت ألفا هو المقابل، DM هو المقابل مقسوم على المحادي، المحادي هو AE، وAE هو L ناقص OE، AE هو L ناقص OE، L ناقص OE، بما أن L كبير جدا من L كبير من L صغيرة، يعني أن يمكننا أن نهمل هذا OE. إذن تونجونت ألفا يساوي DM على L، هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظوا معي، هذه الزاوية هي الزاوية ألفا، وهذا المثلث قائم الزاوية يمكننا أن نبين بأن هذه الزاوية ألفا تساوي هذه الألفا. إذا باستعمال علاقات المثلثية أو لا علاقة الزوايا، ويمكننا أن نبينها. إذا ألفا تساوي هذه الزاوية ألفا، ولدينا سينوس ألفا هو المقابل على الوتر، والمقابل هنا هو هذه المسافة اللي هي L، والوتر اللي هو شعاع هذا المسار الدائري R. يعني هذا من جهة أخرى، وبما أن L
كبير جدا من ال صغيرة، هذا يعني أن طنجون تيتا أو طنجون ألفا يساوي سينوس ألفا يساوي ألفا باعتبار ألفا صغيرة، باعتبار الزاوية ألفا صغيرة جدا كما رأيتم في درس الموجات، لأن المسافة إل تكون كبيرة جدا على إل. إذا كان الطنجون تساوي سينوس يعني أن دي إم على إل يساوي إل على إر صغيرة، يعني أن دي إم على إل يساوي إل صغيرة على إر. إذا دي إم يساوي إل مضروبة إل كبيرة على إر. إذا هذا هو تعبير الانحراف المغناطيسي، ويمكننا أيضا أن نعوض إر بتعبيرها إذا أردنا دي إم بدلالة إم وفي وبي وكيو وإل وإل كبيرة، نعوض فقط إر بتعبيره. إذا وهذا هو درس حركات دقيقة مشحونة في المجال المغناطيسي المنتظم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.